والآن نتحول إلى شبكة مفادين المنتشرين في جهات المملكة الاثنتي عشرة، ونتحول إلى مدينة قلميم وعبد الصمد واجو الذي ينضم إلينا من هناك. عبد الصمد واجو، أهلا بك. أهلا بك نجاة، وأهلا بمشاهدينا الكرام. ما الجديد لديك بخصوص نتائج الانتخابات في الجهة؟ نجاة، الترقب هنا هو سيد الموقف. نحن نوجد هنا بمقر ولاية جهة قلميم ودنون، ومن خلف لجنة الإحصاء ما زالت تباشر عملها لإتمام عملية الإحصاء بشكل نهائي والحسم في مصير مقعدين برلمانيين على مستوى الدائرة المحلية التشريعية لإقليم قلميم. الجهة من نصيبها 8 مقاعد برلمانية، 6 منها حسمت بكل من سيدي إفني وأسزاق وطنطان، وهي كالآتي نجاة. في سيدي إفني مقعدان برلمانيان، مقعد للتجمع الوطني للأحرار ومقعد لحزب الأصالة والمعاصرة. على صعيد إقليم أسزاق مقعد لحزب الأصالة والمعاصرة ومقعد آخر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. على صعيد إقليم طنطان مقعدان برلمانيان، مقعد لحزب التجمع الوطني للأحرار ومقعد آخر لحزب الأصالة والمعاصرة. هذه 6 مقاعد من ضمن 8 مقاعد من المفترض أن يتم الإعلان عنها بشكل نهائي وكل ربما في الساعات القليلة المقبلة. ما زلنا ننتظر مصير مقعدين برلمانيين على مستوى الدائرة المحلية هنا لإقليم قلميم. ربما في الساعات القليلة المقبلة سيتم الإعلان عنها رسميا. أيضا نحن هنا في انتظار مصير 39 مقعدا المخصصة لمجلس الجهة هنا. ما زال الحسم في مصيرها لم يعلن بعد، ونحن هذه هي النتائج التي بين أيدينا إلى حدود الساعة. ما زلنا ننتظر النتائج الرسمية من الجهات الوصية على عملية الإحصاء هنا بجهة قلميم ودنون. نعم عبد الصمد واجو، كنت معنا من مدينة قلميم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.